والمسلم دائما يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.